أنا اتهنت من إنسان سافل ومتعجرف اتعامل معايا كأنه بيتعامل مع بنت ليل. اهدي بس كده واحكي لي الموضوع. تعرفي رجل الأعمال أدهم سليمان؟ ده تقريبا رقم 2 أو 3 في مصر، ومنه للحكام على طول سواء هنا أو بره. معنى كده أني أسامح في الإهانة اللي كانت هتجيب لي شلل؟ مش عارف بس إيه الإهانة الأول وبعد كده أقولك تسكتي ولا ما تسكتيش؟ الغبي ما يعرفش أن أنا بنتي ناس محترمة جدا متربية أحسن تربية. باين عليك يا حبيبتي، بس إيه الإهانة؟ حصل إيه؟ طلب مني أصمم له حفلة عيد ميلاده، عرضت عليه أفكاره ما عجبتوش، راح شتمني قدام كل ضيوفه. قليل الأدب. وبعدين نجيلها أكتر وأكتر، ابتكر حفلة تنكرية لكل المعازيم. وإيه الجديد في كده؟ ما أعتقدش إنه في حد عمل حفلة زي اللي هو عاوز يعملها. عاوز الستات تلبس مومسات والرجالة قوادين. واعتذرتي طبعا؟ لا. ولما هو لأ زعلانة ليه؟ كنت هعتذر لولا إنه أهني إهانة تانية أشد من الأولانية. فضل يشرح في تفاصيل الحفلة وفي الآخر بصلي وقال أنت اختاري المومس اللي تعجبك والبسي لبسها. كل ده يحصل ولسه متمسكة بالمشروع؟ علشان أنتقم لنفسي. وهتنتقمي إزاي؟ الحفلة تتصور بكل اللي فيها وحضرتك تنشريها في المجلة. وأنا اللي كنت فاكراكي طيبة طلعت أنا اللي طيبة. وأنت بقى اللي هتصوري الحفلة؟ لا، ما أقدرش أنا اللي أصور، وفي إجراءات أمنية مشددة. بس أنت لسه مسؤولة عن الحفلة. أيوة. وممكن تساعدينا؟ كل اللي أقدر عليه هعمله. أنا هدرس الموضوع كويس وأفكر فيه، بس أنا بقى أعمل كل ده مقابل إيه؟ دي مسألة هنتفاهم فيها وأنا تحت أمرك. هو كده.